ولكن نسمع الجماعة الذين ليسوا مسلمين يتكلمون عن هذا وكيف المسلمين. عباد الله، المسلمين سكتوا في هذا الكلام، لا أحد يقول كم جماعة في روهينجا لا نستطيع أن نساعدهم. عباد الله، رسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا فتركنا. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كفارا من بعدي، لا تكونوا كفارا من بعدي فكاد فيدرب ركاب بعض بعضكم. هذا هو ما يتحدث ما يحدث الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل دين الإسلام دينا قويا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم نسألك جماعة روهينجا، اللهم نسألك أن تنصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم اغفر لأمواتنا الذين شهدوا لك بالوحدانية وبالنبي بالرسالة وماتوا على ذلك.